أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قبل البداية في الحديث على تتمة هذه الآية الكريمة، يسأل بعض الإخوة في تصحيح إيراد سؤال سبق البارح. على خلاف الواقع وصحة السؤال، هو أن المرأة وضعت حملها وبعد وضع الحمل توفي زوجها في حينه، في يومها، في ليلتها، في ساعتها، وبعد أن وضع الحمل ثم توفي الزوج، هل عليها من عدة وما هي عدتها؟ كان السؤال الأول على أن توفي الرجل ثم وضعت حملها، أي أن وضع الحمل بعد الوفاة، وكان الجواب على ذلك السؤال أن المرأة إذا توفي زوجها بدأت في العدة، فإذا وضعت حملها ولو بعد الوفاة بلحظة فإنها تكون بوضع حملها قد خرجت من عدتها، وذلك لقوله سبحانه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والقضية فيها مقارنة بين الآيتين، والذين يتوفون منكم من أزواج وذرون أزواجا فتربص أربعة أشهر وعشرة إلى آخره. ولكن أراد السائل أن يصحح السؤال وقال بالعكس، هي وضعت حملها الآن وبعد 10 دقائق توفي زوجها. الواقع أنه قد يقع لبس عند بعض الناس في مضمون العدة، يتخيل السائل أو غيره بأن العدة لبراءة الرحم، وهذا الرحم قد برئ بوضع الحمل والزوج توفي ولم يمس زوجته، فلا شيء في الرحم أبدا، إذن العدة ليش؟ وحقيقة الأمر يا إخوان، ولو شيء من التفصيل قليل، الغرض من العدة ليس مجرد براءة الرحم، بل هناك أغراض أخرى. فإذا كانت الزوجة مطلقة فإن العدة 3 قروء. الغرض الأساسي العلم ببراءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، ولكن 3 قروء للتأكد من براءة الحمل، الحيضة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وبجانب التأكد من براءة الرحم إعطاء الزوج في الطلاق الرجعي الفرصة ليراجع زوجته، أو هي لتجرب العزلة والفرقة من الزوج لعلها ترجع عما كان سببا في الطلاق. أما المتوفى عنها زوجها، فإذا علمنا بأن الزوجة التي توفي عنها زوجها ولم يدخل بها قط، أو كانت صغيرة دون الوطء، عمرها 7 سنوات، 6 سنوات، 5 سنوات، 8 سنوات، ليست أهلا للحمل، لأن الفتاة أقل ما يمكن أن تحمل 9 سنوات، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، يعني بلغت سن النسوة ولها ويمكن أن تلد.
فإذا كانت الوفاة توجب العدة على من لم يدخل بها بمجرد العقد وتعتد 4 أشهر و10. السؤال هنا من جانبين: لماذا كانت عدة المطلقة 3 قروء وعدة المتوفى عنها 4 أشهر و10؟ أما لماذا ولماذا أيضا كانت غير المدخول بها تعتد في الوفاة ولا تعتد في الطلاق؟ يقولون في الفرق: إن المطلقة زوجها الذي طلقها حاضر في الحياة موجود، فإن ادعت حملا منه هو يعلم إن كان طلقها في طهر ما مسها فيه أو كان قد مسها، فإن ادعت حملا وهو يرد ذلك الادعاء قام بنفسه ودافع عن نفسه في إسناد من لم يكن منه. أما إذا كانت الوفاة فجعلت 4 أشهر و10. لماذا؟ لأن الوالد قد توفي، فإذا قامت المرأة وادعت حملا ونسبته للميت، من الذي يقوم يدافع عن الميت ويعلم الحقيقة؟ قد ذهب بالسر. فجعل الله سبحانه عدة الوفاة 4 أشهر وزادها 10، لأن 4 أشهر هي موضع أو هي موعد نفخ الروح في الحمل. إذا كان يكون نطفة 40 وإيش؟ وعلقة 40 ومضغة 40 ثم ينفخ فيه الروح، 3/40 في 100 ايه؟ 3/40 ب120 على 30 فيها كم؟ 4 أشهر، وزيد 10 أيام ليتحرك فيها الجنين. فإن ادعت حملا أيدها الجنين، وإن ادعت حملا ولا يوجد حمل كذبها الجنين. فيوجد ما يدافع عن الميت في إثبات الحمل له أو عدمه. طيب إذا كان لم يدخل بها لماذا تعتد؟ الله سبحانه وتعالى جعل عقد النكاح كما يقول العامة عقد مقدس، عقد مكرم، عقد له قيمة في الشريعة، لأن المرأة والرجل أجنبيان، لا يحل لأحدهما أن ينظر إلى الآخر، وبمجرد العقد وليس العقد بالصداق بيعا وشراء، استحللتموهن بإيه؟ بكلمة الله، زوجتك قبلت بهذا العقد، أحل الله ما كان حراما. إذن هذا عقد له قيمته في الشرع. وقبل الزوجان بعضهما بعضا رغبة، فلما جاء الموت فرق بينهما. هل هذه الفرقة عن إرادة وبغض وكره كالتي في الطلاق، أو هي فرقة على غير إرادة وكل يبكي على الآخر؟ إن ماتت الزوجة حزن الزوج، وإن مات الزوج حزنت الزوجة. فجعلت عدة الوفاة من حيث هي كرامة وحفاظا لهذا العقد ولو لم يكن هناك دخول. إذن إذا مات وضعت المرأة حملها وهي لم تجف بعد، والولد لم تعقد سرته بعد، وبعد ربع ساعة مات الزوج الأب، عليها عدة من جديد ولا لا؟ يبقى عليها عدة ولا ما عليهاش؟ عليها عدة، وتعتد ب 4 أشهر و10، لا ب3 قروء، ولا ينظر إلى حيضتها. قد تحيض المرأة 3 حيضات في شهر واحد، وهذا منصوص عليه عند الحنابلة، لأن أقل الحيض عندهم أو عند الجمهور مع الأحناف في العدة يوم وليلة، وأقل الطهر 13 يوما. حاضت يوما وطهرت 13، صاروا كم؟ 14. حاضت الثانية يوما، صاروا كم؟ 15. طهرت 13 يوما، يبقى كم؟
28 حاضت الثالثة يوما صاروا كم 29 يوم 30 من الشهر هي انتهت عدتها بثلاثة قروء. فلا ينظر في الوفاة إلى الحيض ولا إلى القوع كما يقال سواء كان الطهر أو الحيض، ولكن ينظر إلى المدة التي قدرها الله. إذا صحح هذا السؤال، صحيح هذا السؤال ولا لسه باقي فيه شيء؟ ها صاحب السؤال انتهينا، نرجع إلى موضوعنا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بهذه المناسبة والكتمان، يقول المولى سبحانه في حق المرأة ولا يحل لهن أن يكتمن ما إيش ما خلق الله في أرحامهن. يعني لا تكون المرأة حامل وتخفي الحمل وتروح تسقط من أجل أن تتزوج بسرعة، لا يحق لها ذلك، وهو من المواطن التي تمن عليه أهلها، كما قال مالك رحمه الله: لقد وكل الله أمر النساء إليهن. فلا تكتم الحيضة، قل لا أنا لسه ما حط، عشان تأخذ نفقة من الزوج وتطول في العدة، تجعل بعد كل شهرين ثلاثة حيضة. ولذا الفقهاء احتاطوا، إن تبين ذلك رد منها ما أخذت أكثر من اللازم. هذا من باب أيضا من النقاط التي يحظر فيها أن يكتم مسلم حقا. فالمرأة لا يحق لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها من دم الحيض أو من الولد. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. بيّن سبحانه وتعالى مجمل ما جاء في أول الآية: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. من هم الذين؟ الذين اسم موصول عام، الذين اشتروا، الذين باعوا، الذين أكلوا، الذين شربوا، من أسماء أو من ألفاظ العموم الذين، وهو الاسم، جميع الموصولات ما ومن والذي والتي إلى آخر. بيّن سبحانه بأنهم ما يأكلون في بطونهم إلا النار، بيّن الجزاء. لكن كشف هؤلاء الذين يكتمون من هم جاء بوصف كاشف أولا: أولئك الذين إيش؟ الذين اشتروا الضلال. اشتروا، لاحظوا اشتروا، اشترى فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. بقاش يشترون، كأن فيه هناك تنبيه على شراء سابق. والموقف هنا الآن في كشف من هؤلاء الذين أثبت القرآن لهم أنهم اشتروا الضلالة بالهدى. ثم معنى الشراء، أما بيان الذين اشتروا الضلالة بالهدى فنجد في أوائل سورة البقرة في بيان أصناف الناس الثلاثة أمام هذا الكتاب الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا قسم. القسم الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إلى آخر القسم ولم يطل فيه. ثم يأتي إلى القسم الثالث المختفي بين القسمين وليس ثابتا على أحدهما: ومن الناس من يقول. وهذا القسم النفاق أطال فيه إلى قوله سبحانه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يمكن أن نرده إلى الشراء المتقدم
ونعرف من هم الذين يكتمون ما أنزل الله في سبب النزول أو المتوجه إليهم هذا الخطاب القرآني الكريم، وهم في أهل الكتاب. ويأتي موضع الشراء، وقد رشح المولى سبحانه كما يقول علماء البلاغة في علم البيان، يأتي وصف بعد الوصف ترشيحا للمعنى. البيع والشراء غالبا يكون في المحسوسات الماديات، باع ثوبا واشترى طعاما، باع كتابا واشترى قلما، وقد يكون البيع والشراء في الصفقة الواحدة، وذلك في معرض المقايضة، ثوب بثوب، سيارة بسيارة، فرس بفرس، ويدفع الفرق سواء كان نقدا أو غيره. ولكن الأصل في البيوع إنما هي النقد، أو الأصل قبل وجود النقد المقايضة، السلعة بالسلعة. وهنا إذا كان الأصل في البيع والشراء تبادل السلع، وهنا اشتروا الضلالة بالهدى، الضلالة والهدى أمر معنوي، وكيف يكون الشراء؟ قالوا إن الشراء في حقيقته استبدال سلعة بسلعة، والمشتري كل من البائع والمشتري قد يصدق عليه بائع من جهة ومشتر من جهة أخرى. إذا كانت الصفقة أو عقد البيع بين سلعتين مقايضة، دفع قلما وأخذ كتابا، كل منهما بائع ومشتري، صاحب القلم باع القلم بأي شيء؟ بالكتاب. وصاحب القلم اشترى الكتاب بأي شيء؟ بالقلم، وكذلك صاحب الكتاب، فكل منهما بائع ومشتري. إذن البيع والشراء الأصل في ذلك العقد هو المبادلة، وهنا يستدلون في من استبدل الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. يقولون إذا كان البيع والشراء نقدا، فالباء تكون مع الثمن، اشتريت الكتاب بدرهم، اشتريت الثوب بعشرة دراهم، فالباء تكون مع المدفوع المتروف بالنسبة إليك، أنت تقول اشتريت الكتاب بالقلم، وصاحب القلم يقول اشتريت ايه، وصاحب الكتاب يقول اشتريت القلم بالكتاب، فالباء تكون للمتروك. وهنا الذي يدفع الثمن، الثمن متروك بالنسبة إليه. فقالوا استبدال شيء بشيء، اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى بالنسبة لهؤلاء السلعة المباعة والسلعة المأخوذة ما هي؟ باعوا الضلالة، اشتروا الضلالة بايش؟ الذي تركوه هو الهدى، والذي اخذوه هو الايش؟ الضلال. اذا تبادلوا النعمة بضدها، وهذا التبادل تسميه العرب شراء، وينشدون لذلك كذا بعت ليش الثنايا فمن دردرة، كما اشترى النصر المسلم إذ تنصر، كما اشترى ليه المسلم إذ تنصر، يعني استبدل دين الإسلام بالنصرانية، فجعل ترك الإسلام والذهاب إلى النصرانية بيعا وشراء. ونأتي إلى معنى الشراء هنا، يكون هؤلاء الناس عربت عليهم الهداية فأبوها واختاروا عنها إيه؟ الضلالة. وهذا يردنا إلى مبحث الهداية العامة والخاصة. نجد أن القرآن الكريم يبين أن الهداية على قسمين، هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق في القلب للعبد بمقتضاها يهتدي إلى الصراط المستقيم. نجد الهداية بمعنى البيان والإرشاد في قوله سبحانه
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى، يعني بينا لهم وأرشدناهم ولكنهم رفضوا الهدى واستحبوا العمل عليه. فكذلك هؤلاء بين الله تعالى لهم الحق والهداية الخاصة مع العامة في نص واحد: إنك لا تهدي من أحببت، وإنك إيش؟ ولكن الله، وإنك لتهدي إلى صراط، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كيف لا يهدي من أحب وهو يهدي إلى صراط مستقيم؟ تهدي إلى صراط مستقيم منهج كتاب الله تعالى قيما، تبين الحق من الباطل والحلال من الحرام، وتبين كل ما يحتاجه الناس مما يهديهم إلى الحق. ولكنك لا تملك أن تخلق التوفيق في قلب إنسان، إنما ذلك لله وحده. إذن هؤلاء جاءهم الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خذوا هذا الكتاب واستهدوا به واستقيموا عليه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم. هذه هي الهداية العامة التي هدى الله إليها خلقه جميعا، وكان جميع الإنس والجن أمة دعوة بهذا الكتاب بما فيه من الهداية والبيان إلى الصراط المستقيم. ولكن أمة الإجابة هم الذين استجابوا لله ولرسوله. فهؤلاء الناس لما بين لهم الحق من الباطل، وبين لهم الحلال من الحرام، وبين لهم ما يجب لله عليهم وما لهم فيما بينهم، لكنهم أعرضوا عن هذا كله وأخذوا الضلالة بدلا من الهدى. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهذا يصدق عليهم في دنياهم. وإذا جئنا إلى البيع والشراء نجد هذه المعاملة الأساسية بين الله وبين الخلق، فنجد البيع والشراء بين الله وبين من اصطفاهم واختارهم، الذين أيقنوا بما عند الله وتحقق فيهم القانون العام في هذه الحياة بين الإنسان والإنسان، بين الحيوان والحيوان، بين الإنسان والحيوان، وهو قانون المعاوضة. نجد المؤمنين يبيعون ويشترون مع الله سبحانه: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة بيع وشراء، بلى يا ربي، تؤمنون بالله وإيش؟ وتجاهدون في بأموالكم وأنفسكم. ويأتي من الجانب الثاني الإجابة والقبول: إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى إيه؟ أنفسهم يبيعها عليه، اشتراها منهم، يبيعوها على خالقهم، هو الذي خلقهم، والمال هو الذي منحهم إياه، ولكن ترغيبا وتكريما بأن اشترى منهم ليبين العوض العظيم بأن لهم الجنة. وهذه القاعدة أو قانون المعاوضة يشتري منهم أنفسهم وأموالهم، والثمن في ذلك إيه؟ الجنة. إذن عوض. وكذلك من باع نفسه في سبيل الله باعها بدون عوض ولا بعوض؟ بعوض. فمن كان موقنا بالعوض عند المشتري باع وهو مطمئن، ولو لم ينقده الثمن الآن. لو جئت بسلعة إلى السوق وجاءك إنسان مليء صدوق تعرفه ووجد السلعة، قال والله إنها تناسب، اشتريتها منك بك، لكن ما عندي فلوس، لا عليك مهل يوم يومين وأسبوع. ولكن لو جاءك مفلس، أو جاءك مراوغ، أو جاءك إنسان لا يفي بالحقوق، قال والله يا أخي طيب، لكنها نقص علي درهم من 100، حتبيعه؟ من تبايعه، لأنك تخشى على ذاك الدرهم، لم تثق به. وهنا يأتي اليقين ويأتي قانون المعاوضة. ومعنى قانون المعاوضة
أنك الآن في حياتك وكل إنسان في الوجود لا يمكن أن ينفق درهما إلا في مقابل عوض له، وإلا كان مجنون. لو أخذت درهم وألقيته في الأرض ومشيت عنه قالوا هذا المجنون السفيه. لو أخذت 1,000,000 ريال ودفعته في عقار قالوا هذا فلان عاقل، هذا فلان فطن، هذا فلان رابح، صفقة رابحة، وهب 1,000,000. لماذا؟ لأنها في عوض مقابل. وهذا القانون يتعامل به الإنسان في حياته مع الله إلى يوم القيامة، ويتعامل به الحيوان مع الإنسان. أما تعامل الإنسان مع الله إلى يوم القيامة فكما جاء في الحديث، الصدقة برهان والصبر ضياء، أو في أول الحديث الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور معروف، الصبر ضياء معروف، الصدقة برهان على أي شيء؟ البرهان الدليل. وحقيقة البرهان في اللغة هي الهالة التي تراها حول الشمس في الضحى، يعني دليل مرئي قاطع لا ينكره أحد. قالوا برهان الصدقة عند المتصدق بأن له عوض عند من تصدق لوجهه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالمتصدق يتعامل مع الله، البائع والمشتري يتعامل مع السلعة، وكل يأخذ العوض ويمضي في طريقه. وهذا المؤمن الموقن يقين موقن بالله بأنه وعد، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف أي بعد ذلك لمن يشاء. فحينما ينفق في سبيل الله ويبذل الصدقة مالا أو طعاما، أين العوض؟ فين العوض؟ وين يا جماعة؟ ما في عوض؟ عند الله. طب هل هو عاجل الآن ولا مؤجل؟ هذا المؤجل مضمون ولا في شك؟ يقين. ولهذا تجد المؤمن ينفق الصدقة وموقن بالأجر عند الله، والمنافق المنافق يعتبر ما ينفقه مغرما، غرامة عليه، والمؤمن يعتبره ايش؟ مغنما. ولهذا ابن عوف لما جاءته تجارته ودقت طبولها وبين سبحانه اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لما جاءه التجار وعرف ما وقع بسبب تجارته من انفضاض المسلمين عن رسول الله وتركوك قائمة، اجتمع اليه التجار قالوا نعطيك 1%، 2%, 10%, 20%, 30%, 100%. قال عندي زيادة. قالوا جميع تجار المدينة حاضرون ولا يوجد بعد هؤلاء من يدفع أكثر من هذا، من الذي يعطيك أكثر من 100%؟ قال الله أعطاني في الدرهم 10 دراهم، أنتم لا تعطوني ذلك، هي صدقة في سبيل الله. يبقى كان يقينه فيما عند الله بالعوض 10 أضعاف أكثر من يقينه فيما ينقلونه حالا الآن. فهذا اليقين. فالمؤمن متعامل مع الله فيما يتعلق بالمعاوضة. وهؤلاء لما لم يؤمنوا باليوم الآخر، لما لم يوقنوا بالجزاء والحساب والبعث، ليسوا من القسم الأول يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ليسوا من القسم الأول يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بعيدين عن هذا الصنف، لم يتحقق عندهم المعاوضة، فحصلت اشتروا الضلالة،
الشيء العاجل. تتمة لهذا أشرنا إليه وأن قانون المعاوضة يجري بين الإنسان والحيوان. نحن نوردها لبيان الواقع وللعظة وللعبرة. يذكر ابن هشام في السيرة النبوية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد ند علي بعيري. يا سبحان الله، طب رسول الله شغل بالبعير اللي ند؟ يعني هايج راح عني. ولكن ما اعتذر له رسول الله ولا اعرض عنه، ولكن قال: قوموا بنا الى بعيره، ليجري الله سبحانه تلك المعجزة على يديه ويشاهدها الجميع. فلما قدموا من بستان الرجل قال ابو بكر: يا رسول الله، على رسلك فان البعير هايج. قال: على رسلك انت يا ابا بكر. وتقدم صلى الله عليه وسلم وحده ودخل الحائط وهم ينظرون. فلما اقبل على البعير فاذا البعير يقبل على رسول الله مادا عنقه حتى وضع رأسه على منكب رسول الله وهمس واصغى اليه رسول الله. إيش كان بينهم الله ما ندري. فلما فرغ البعير التفت النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وقال: يا صاحب البعير، بعيرك يشتكي. يعني سمع شكواه، فهم ما عنده. كما قال السيوطي: ما أوتي نبي معجزة إلا وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نظيرها. علمنا منطقة الطير، وهذا يحاكي لإيه؟ البعير. بعيرك يشتكي. وش الشكوى؟ نقض قانون المعاوضة. يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. العلف مقابل ليش؟ للخدمة. فأنت تخدمه كثيرا وتطعمه قليلا. إذا ما حصلت المعادلة صحيح. من حقه أن يشتكي، وماذا بما يعبر لك انت، وانت لا تفهم الا ان يند عنك ويخليك يروح. اذا قانون المعاوضه. فهؤلاء الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب انما هم لم يطبقوا قانون المعاوضه مع الله، لانهم لم يوقنوا ببعث ولا جزاء. ولو كانوا يوقنون ذلك لتعاملوا مع الله كما يتعامل المؤمن، يكون أشد يقينا بما عند الله. ولذا تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: والله لا يؤمن أحدكم حق الإيمان حتى يكون يقينه بما عند الله أشد من يقينه بما في كف يده. وهذه قضية أيضا بالمناسبة. صامت أم المؤمنين يوما، ولما قرب بعد العصر جاء سائل، جاءت امرأة تطلب صدق، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لبريرة: اعطي المسكين. رأت أم المؤمنين: ما عندنا ولا شيء إلا قرص لك تفطرين عليه بعد المغرب، يعني ما في شيء. قالت: اعطي المسكين. قالت: ما في إلا. قالت: اعطيه. حينما يأتي المغرب يفرجها الله. أعطت المسكين وبقت أم المؤمنين لا شيء عندها. يبقى تحقق أيضا في المهاجرين وخصوص آل بيت رسول الله ما وصف الله به الأنصار ويؤثرون على أنفسهم. صائمة وليس عندها شيء وتتصدق بفطور يومها. جاء المغرب، قامت تصلي. بريرة تقول: ها، إذا جاء المغرب يفرج الله. كأنها تسمع عائشة، يعني فرطتي فيما في يدك، وأنه إذا جاء المغرب فرج الله. طب جاء المغرب وأنت قمت تصلي، شو بتاكلي؟ لم تقض أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صلاتها إلا ويطرق الباب
وما ختمت صلاتها والتفتت إلا وشاة بقرامها عندها. قرام الشاة يقولون إما جميع أوصالها، الكبد مع القلب مع الكذا مع كذا، ما نقص منها ولا شيء. وبعضهم يقول قرام الشاة كانوا إذا أرادوا أن يتفكهوا باللحم وسلخوه وأحموا الحجارة والملة، جاءوا بالعجين ومرأش وغطوا وغلفوا الشاة بالعجين ووضعوها في الرمل الحار أو بالحجارة، فإذا ما نضجت أخذوا ذاك العجين وقد استوى كما تقشر البيضة، وتبقى الشاة بلحم ناظف نضيج نظيف من الرمل ومن كل الشوائب. والذي يهمنا نظرت عائشة وقالت ما هذا يا بغيرة؟ وش هذا من فين؟ قالت والله لقد جاء به رجل ما رأيته قد أهدى إلينا شيئا. يعني شيء نادر غريب، ما من واحد متعود ولا شيء، لا أبدا. فقالت رضي الله تعالى كلي يا بغيرة هذا خير من قرصك. والله لا يؤمن العبد حق الإيمان حتى يكون يقينه بما عند الله أقوى من يقينه بما في كف يده. وعلى هذا يا إخوان المبدأ الأساسي في هذه القضية نرجع إلى افتتاحية القرآن الكريم، والذين جعل الله الكتاب هداية لهم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنتم تطلبون الهداية في سورة الفاتحة بعد أن اعترفتم وأقرتم لله بالربوبية والألوهية والعبادة له وحده، وأعلنتم العجز والاستكانة بين يديه وطلبتم المعونة منه. الحمد لله رب العالمين، رحمن رحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، نطلب الحاجة اهدنا. فلأنه يقول طلبتم الهداية بعد المقدمة اليقينية والإيمانية، تريدون الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، خذوا هذا الكتاب هداية. لمن؟ للمتقين. من هم؟ أول صفاتهم يؤمنون بالغيب، والغيب كل ما غاب عنك. أول ذلك ذات المولى سبحانه بذاته وصفاته، لأنك لم ترى ولن يرى في الدنيا، ولكن جاءنا الكتاب وجاءنا النبي الكريم فآمنا بما غاب عنا، والملائكة والكتب المتقدمة والنبيون المتقدمون، وبالقضاء والقدر قبل أن يوجد العالم، وبالبعث الذي هو غيب عنا. ولذا كانت أركان الإيمان الستة كلها غيبية، وأركان الإسلام الخمسة كلها منظورة محسوسة. فالذين يؤمنون بالغيب والذي هم الموقنون ولهم الهداية. فإذا كان منافق لا يؤمن بالغيب ولا يؤمن بالبعث، فلا يطبق قانون المعاوضة ولا يتعامل مع الله إلا بالمادة، أي تعامله ظاهرا عاجلا فيما يأخذ ويعطي، أما شيء غاب عنه فلا يؤمن به. ومن هنا كان أمر الهداية نتائجه غيبا عليهم، جنة ونعيم جنة ومضاعفة جزاء وحسنات وكذا، يقول فين؟ ما شفنا شيء. فلا تعاملوا بهذا المنهج، ولذا اختاروا الضلالة التي فيها إعادة دنيوية. ومن استبدالهم الحق الضلالة بالهدى أنهم كتموا ما في الكتاب، لأي شيء يأخذون عوضا عاجلا، كما يقول المفسرون كانوا يحافظون على ما كان يصلهم من الهدايا ومن الأعطيات من عوام الناس. ولذا كما أشار بعض العلماء كيف يكتمون شيئا مكتوبا متداولا عند الناس؟ لا يستطيع إنسان الآن أن يكتم آية في المصحف ولا كلمة، لأنه منشور متداول. فكذلك هم، فكيف كانوا يكتمونه؟ قالوا يكتمون المعنى، بمعنى يحرفون ويؤولون على غير الحقيقة. وهذا يشهد له الموقف الثاني في موضع البيع والشراء الذي سجل عليهم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم
يحرفونه من بعد ما عقلوه. سبحانه. ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. فنكت إيش الذي يكتبون بالكتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليش؟ ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. إذن اشتروا الضلالة بالهدى، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يكتبون الكتاب ويقولون هذا من عند الله ليشتروا بهذا الذي يأتون به ثمنا قليلا. إذن كل ذلك من الشواهد على أن أولئك هم المنافقون، وهذا الاستبداد. وأيضا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عليكم، واتقوا يوما لا تجزي نفسا ولا يقبل منها شفاعة ولا يأخذ منها عدل ولا هم ينصرون إلى هناك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فإيش ترهبون. ولا تشتروا بآياتي ثمنا، أولئك الذي تحرفونه وتكتبونه بأيديكم وتقولون من عند الله لا تفعلون ذلك. إذن موضع السياق كله ينصب في هذا الموضع بأن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك الذين سبق ذكر شرائهم الضلالة بالهدى. موقفهم في الدنيا مبادلة، اشتروا الضلالة بالهدى، وأي صفقة خاسرة بعد ذلك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولو عوض الدنيا بكاملها في آية من كتاب الله يحرفونها ما كان ذلك عوضا وافيا. نأتي في المآل والعذاب بالمغفرة، اشتروا العذاب بالمغفرة يعني اعتاضوا عن المغفرة العذاب واستبدلوا هذا بذاك. لأنه كما تقدم الإنسان دائر بين الحياة والآخرة أو بين الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا أخسر الناس صفقة لأنهم استبدلوا الضلالة بالهدى، وفي الآخرة أسوأ الناس حالة لأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة. وإذا كان أمرهم كذلك، هذا الأمر يثير التعجب من حالهم، فما أصبرهم بعملهم هذا على النار. والعلماء التفسير يقولون فيما ما أصبرهم هي استفهامية، هي تعجبية، هي استنكار، هي موصولة. على كل الأكثر يقولون هي استفهامية مشبعة معنى التعجب. أي شيء جعلهم يصبرون على النار؟ وفين النار؟ هل ذلك يوم القيامة حينما يعينون؟ أو فما أصبرهم الآن على الأعمال التي تؤول بهم إلى النار؟ كلا الأمرين محتمل، وكلا الأمرين فيه وعيد شديد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إشارة بسيطة يا إخوان لربط السياق ثم يكون عودة مرة أخرى. يأتي النص الكريم في الآية الجديدة ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا. هنا سؤال، ذلك اسم إشارة، واسم الإشارة ذا وهذا وذاك وذلك مراتب، ويقول البلاغيون كل بحسبه مكانا أو معنى. تقول ذا الرجل، هذا الرجل، ذاك الرجل، ذلك الرجل عند الجدار هناك. فكلما بعد كلما زدت حرفا، وهذا من فقه اللغة كما قالوا الألفاظ قوالب المعاني. الغضب عليهم اللعنة إلى كل ولا يزكيهم، كل ذلك لهم عذاب أليم. كل ذلك لماذا؟ لعظم جرمهم في حق كتاب الله. والجرم في حق كتاب الله جرم في حق خلق الله، وجرم في حق الله الذي أنزله. إذن
جرمهم لا يجاريه جرم آخر، وهو ذلك بأن الله أنزل الكتاب بالحق. إذن الكتاب منزل من عند الله، هذا بحث آخر. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، اختلفوا بمعنى إيش؟ بعضهم يقول أي خلفوا فيه وكانوا خلفاء من بعده فغيروه، ولكن الواقع اختلفوا في الكتاب فيما بينهم. فإذا كانوا اختلفوا فيما بينهم في كتبهم، فكيف بهم مع كتابنا؟ ومن أقوى أنواع الاختلاف فيما بينهم قضية خطيرة، بينها وبين السماء والأرض، قضية عيسى بن مريم. لما جاءت مريم بعيسى ماذا قال بنو إسرائيل؟ قال اليهود ماذا؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إيش أكبر هذا الاتهام؟ بينما النصارى ماذا قالوا؟ ثالث ثلاثة، قالوا ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إنما إيش؟ مسيح ابن الله، الله هو المسيح. فنجد المغايرة بين من يجعله أمرا بغية أمرا فريا، وبين من يجعله ابنا لله، من يجعله ثالث ثلاثة مع الله. إذا هذا اختلاف بعيد جدا، وهو الشقاق البعيد، أي بعد ما بينهم فيما اختلفوا فيه. وبعضهم قد يأتي إلى جانب آخر ويدخل عنصرا آخر، وهم المشركون. اختلفوا في الكتاب المنزل بالحق فقالوا سحر، قالوا كهانة، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه. فهم فيما بينهم لاختلافهم هذا في شقاق، ولكن مع اختلافهم فيما بينهم في كتابهم قد اتفقوا على عداوة الإسلام والمسلمين. ولهذا تحذير منهم، بيان لعظم جرمهم وما ترتب عليه من عظم العقوبة، وتحذير منهم فيما يتفقون فيه على عداء الإسلام والمسلمين. ولعل في هذا السياق ختام لهذا العرض، ويبدأ عرض جديد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن إلى آخر السياق. وبالله تعالى التوفيق.